محمد من المنوفيه، اهلا بيك محمد. يا دكتور اسامه اهلا وسهلا. اللي احنا اللي بيحصل ده يا دكتور اسامه احنا نستحقه، وشعب كله جبان، وشعب كله هو ربنا قال فاستخف قومه فاطاعوه انه كانوا قوم فاسقين، والرب قال اللهم اخرجنا من هذه القريه الظالمه اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. وبعدين احنا الراجل بيشخط فيهم بيقول له اسمع الكلام اسمع الكلام، كانه بي 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 كانه بيامر حد في الجيش. معلش يا محمد معلش يا محمد بس ثانيه واحده ثانيه واحده بس يا محمد يا محمد يا حاج محمد يا حاج محمد سامعني يا استاذ محمد سامعني يا استاذ محمد معانا محمد سامعني ايوه سامعك بس. طيب معلش بس واحده هو مين الشعب المصري اللي جبان ويستاهل؟ مش انا وانت واخويا واخوك وجاري وجارك يستاهل كل دي يا محمد؟ بس استنى، هما مش الشعب المصري ده هو احنا المجلس العسكري يا دكتور اسامه؟ نعم مش الشعب المصري ده احنا انا وانت وجاري وجارك؟ مين الشعب المصري؟ انت معايا يا محمد؟ طيب شكرا جزيلا يا محمد. انا مش معك يا محمد بصراحه، مش متفق ابدا يا جماعه. الشعب المصري ما هو احنا فينا ناس يعني همها بس لقمه العيش، في ناس همها لا احنا الحريه واضحي بنفسي، في ناس همها انها تمشي جوه الحيط. ما هو دول الشعب المصري، ما هو دول احنا متربيين مع بعض، كلنا طالعين من طينه واحده بس مختلفين. مش لازم يا جماعة انه خلاص حصلت حاجة ما حصلتش زي ما احنا عايزين فالشعب المصري يستاهل. لا ما يستاهلش طبعا، الشعب المصري يستاهل الخير كله، والخير ده للأسف مش موجود على ايدين عبد الفتاح السيسي. الشعب المصري يستاهل انه يعيش في حرية وديمقراطية، يستاهل يعيش زي اي شعب في الدنيا، بيتكلم وهو مش خايف، بيقول اسمه في اتصالات تليفونية وهو مش خايف يتقبض عليه، بينتقد رئيس الدولة وبيقول له انت المسؤول عن البطالة، مش بيبعت يبرر له ان هو مش مسؤول عن البطالة وان الشعب المسؤول. الشعب المصري يستحق يعيش حياة زي كده، فمحدش يقول الشعب المصري يستاهل. لا ما يستاهلش الشعب المصري، ما يستاهلش عبد الفتاح السيسي، ولا يستاهل انه يتظلم، ولا يستاهل انه يبقى فقير بالشكل ده. الشعب المصري من أنبل وأشرف وأحلى الشعوب اللي في الأرض، ويستاهل الخير كله زي ما بقول. فيا جماعة بلاش بس النبرة بتاعت انتوا تستاهل. مين انتوا؟ انتوا احنا، واحنا انتوا، أنا ومحمد وأبو يوسف ومحمد ومصطفى، ما إحنا الشعب المصري يا جماعة. فالله يخليكم النبرة دي أنا مش بحبها أبدا ومش بقتنع بيها أبدا. يعني في عز ما مبارك نزل الناس بتوعه في موقعة الجمل، وفي عز ما إحنا بعد 3/7 في الانقلاب وبعد 4 ما كانش الواحد قادر يقول ما أنتوا تستاهلوا ما أنتوا، في جزء وحش، في كان بلطجية، في ناس ما كانوا مش فاهمين، لكن قصة الشعب المصري كله يستاهل، لا أنا آسف مش معاك خالص يا محمد والله. وانا مقدر طبعا انفعالك يعني وضيقك الشديد.